مين أول شخص نزل فيديو على اليوتيوب، شو التفاصيل وشو الحكاية، تابعونا في الفيديو. أنا في حديقة الحيوان مي أزازو، هو أول مقطع فيديو تم رفعه على موقع يوتيوب، وذلك في 23 أبريل 2005 من الشريك الثالث من مؤسسي موقع يوتيوب باسم المستخدم جاويد. تم تصوير هذا الفيديو لمدة لا تتجاوز 19 ثانية في حديقة حيوانات سان دييغو، ويظهر فيه كريم أمام الفيلة بمعرضهم القديم في حديقة الحيوانات، وهو يبدي اهتمامه بها قائلا: حقا 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 خراطيم طويلة. جاويد هو أحد مؤسسي موقع مشاركة الفيديو الشهير يوتيوب، وصاحب أول فيديو على يوتيوب وهو من أصول بنغالية. ولد في سنة 1979 بألمانيا الشرقية، لينتقل إلى ألمانيا الغربية بعد سنة. أنهى دراسته الثانوية والتحق بإحدى جامعات إلينوي. أسقط دراسته الجامعية مبكرا ليعمل لدى شركة بيبال. أكمل دراسته عن بعد ليحصل على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب سنة 2004. من خلال عمله في شركة بيبال التقى بزميليه تشاد هيرلي وسيف تشين، وقد أسس الثلاثة فيما بعد موقع يوتيوب في سنة 2005. بعد ذلك التحق بجامعة ستانفورد ليكمل دراسته العليا. عندما اشترت شركة جوجل موقع يوتيوب كان يملك 137,443 ألف سهم من أسهم الموقع، وقد دفع له مقابل هذه الأسهم مبلغ 64.6 مليون دولار، بينما حصل شريكاه على 326 مليون دولار لكل منهما. في أكتوبر 2006 ألقى محاضرة في جامعة إلينوي عن تطور موقع يوتيوب من الفكرة إلى الموقع العالمي الشهير ذو النجاح الباهر. والد كريم نايمول كريم بنغالي أمريكي الجنسية، عمل كباحث علمي في 3M، ووالدة كريم كريستين كريم ألمانية الجنسية عملت كعالمة باحثة وأستاذة مشاركة في الكيمياء الحيوية في جامعة مينيوستا. الإبداع ليس له حدود.